أنا محمد خالد أحمد سيكشن 3. هتكلم النهاردة عن المولتن سولت بامبس. البامبس المهمة الأساسية بتاعتها إنها بتقوم بتدوير البرايمري هيت ترانسفير فلويد اللي هو في حالتنا المولتن سولت. في الحالة بتاعتنا اللي هو المولتن سولت اللي هو الفلويد بنقدر نستخدمه في بلانيتس معينة. عشان أكون دقيق في الكلام هتكلم مثلا النهاردة عن السولار بلانيت. المولتن سولت بيقوم بتغذية الستيم السولار ستيم جينيريشن. لما يتم تغذية الستيم سولار جينيريشن بيقدر عن طريقه ان انا بجمع الطاقة الشمسية في النهار، وساعتها بسمي البامب دي كولد سولت بامب، واقدر ان انا افرغ الطاقة دي بعد الغروب، وساعتها بيسمى هوت سولت بامب. وفي نوعين كمان من انواع المولتن سولت بامب اللي هو الفي ان واي والفي اي واي. الفي ان واي والفي اي واي بيعتبروا ميكسد فلو فيرتيكال ميكسد فلو بامب، ليها ساعة كبيرة وليها من ميديوم تو هاي هيد. تم تصميم النوعين دول عشان يحققوا توازن بين الهاي افشنسي واللو سبمرجنس. لو بنتكلم عن الفي اي واي بامب فاحنا بنتكلم عن هيد بيصل ل 350 متر، سعه بتصل ل 4000 متر كيوب بير اور. بنتكلم في انها تقدر تستحمل درجه حراره تصل ل 600 درجه سليزيوس، وبريشرز يصل ل 70 بار. اسمي محمد خالد وهتكلم على كونستراكشن المولتن سولت بامب. المولتن سولت بامب من الابلكيشنز بتاعتها ان هي بتستخدم في المفاعل النووي ككولنت للنيوكلير فيول، وبتستخدم برضه في محطات الطاقه الشمسيه كهيت ستورج. البامب بيبقى نوعها فيرتيكال وسنجل ستيج، والبيرنز اللي متثبت عليها الشافت بتبقى انتي فريكشن بيرنز، بيبقى ليها هاوسنج خاص بيها، وبتبقى بعيده عن البول اوف سولت علشان السولت ده بيبقى المولتن سولت بيبقى سترونج اوكسيدايزر. كل الكومبوننتس المعرضه للمولتن سولت بنعملها من الستانلس ستيل علشان نحافظ عليها. الامبيلر بيبقى متثبت كانتليفر في اخر الشافت خالص عند البامب فوليوت، بيبقى فيه كليرنس ما بين الفوليوت وما بين الامبيلر علشان اي سولت بيحصل ليكج للسولت بيرجع للبول اوف سولت تاني، فده بيخليني ما استخدمش سيلز في البامب خالص. بس ده بيخليني اضطر اعمل الديزاين بتاع البامب يبقى فيه كليرنس كبيره ما بين الفوليوت وما بين الامبيلر، فده بيؤدي ليكج كتيره والافيشنسي ما تبقاش عاليه. محمد سو ابراهيم سيكشن 3، اتكلم على الزاج اوف مولتن سولت بامب. اللي عندنا اتنين ابلكيشن بنتكلم عليهم اساسيين ليها. اول ابلكيشن هو الثيرمال ستورج، انها بتستخدم لتخزين الطاقه الشمسيه. بدأت الإدارة الصينية تحس الشركات إنها تنتج مضخات رأسية باستخدام الأملاح المزهرة لتخزين الطاقة الشمسية، بتوفر ارتفاع يصل ل 120 متر، ومعدل سريان يصل ل 780 متر مكعب، وتحمل درجات حرارة تصل ل 400 درجة مئوية. الأبلكيشن التاني اللي هنتكلم عنه هو في تبريد المفاعلات النووية، حيث باستخدام مضخات الأملاح المزهرة بيتم ضخ الأملاح النظيفة، بتحاصر المواد المحظورة وتضعها في جانب وحدها خلال الوعاء الحراري للمفاعل النووي. محمد بدر محمد عبد السعود، دلوقتي هنتكلم على الكومباريزن بين الووتر بامب والمولتن سولت بامب. فاول حاجه نقدر نتكلم عنها فهي الديزاين. الديزاين في الووتر بامب بتكون يا اما فيرتيكال يا اما هوريزونتال، لكن في المولتن سولت بتكون فيرتيكال بس. تاني حاجه نقدر نتكلم فيها فهي التايب. التايب في الووتر بامب بيكون يا اما سنتريفيوجال بامب يا اما بوست ديسبيس بامب، لكن في مولتن سولت بتكون سنتريفيوج بامب بس. تالت حاجه نقدر نتكلم فيها فهي الماتيريال. فالماتيريال في الووتر بامب بيكون ديبندنج اون ذا تايب اوف جوب اللي احنا هنعملها، بس الشائع في الموضوع ده بيكون كاست ايرون، لكن في مولتن سولت بيكون هاي تمبريتشر ماتيريال لان احنا بنستخدمها في حاجات محتاجه تتحمل درجه حراره عاليه جدا. رابع حاجه نقدر نتكلم فيها فهي الاستخدام. نقدر نستخدم الووتر بامب فهي ديزايند اصلا فور سبلاينج الووتر فروم وان لوكيشن تو انذر، سواء بقى بيوت او مزارع او مصانع، لكن في مولتن سولت بامب بتكون يا محطه طاقه نوويه يا محطه طاقه شمسيه يا اما تكون مصانع كيماويه. خامس حاجه نقدر نتكلم فيها فهي التمبريتشر. فالتمبريتشر في الووتر بامب بيكون موستلي لو، لكن في المولتن سولت بيكون هاي. نفس الشيء برضه في الفيسكوستي بيكون موستلي لو، لكن في المولتن سولت بيكون هاي.
بعد كده بنقدر نقارن ما بين الهيد والافشنسي والفلويد. فاحنا جبنا التو بامب عند نفس الار بي ام اللي هو 1450 ار بي ام، فكان الهيد في الووتر بامب اب تو 60 متر، لكن في مولتن سولت بيكون لحد 15 متر بس. تاني حاجة الفلويد، فالفلويد هيكون اب تو 1600 متر كيوب بر اور، لكن في مولتن سولت هيكون 270 متر كيوب بر اور. تالت حاجة نقدر نتكلم فيها فهي الافشنسي، بالنسبة في الووتر بامب بيكون من 75% ل 93%، لكن في مولتن سولت بتكون واصلة اب تو 70%.